رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرجعنا في دارين. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي فرض علينا تعليم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام. وعن الكن قبل الله وإن ما أنت كتابك الليلة هذا مقدمة الحضرمية أو ألفي نكلة هذا عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي القحطاني شيخ أوهانين حضرموت كل شيء بول كان حضرموت مقالة الطريم ما لبضن بون علوم تيسا أتغي يمن مركو قوقاتي حجاز نواء طلب العلم وهو آذي نصرنا وهو آذي شيخ وحو معاصر لها إمام السيوطي رحمه الله هي إمام السخاوي حق لمدكها هي معاصر لها وحو رشي سيديد بغولي كنتم كي تقريبا وسنة يولد ابن حجر العسقلاني رحمه الله وحو رشي سيديد بغول سيديد يتوانك سيوطي نواشو لوايين سيوطي وحو دنت سغال بقول كوب يطوانكي سنس دي يطوانكي نوحوها فقيه علوة الشافعية ذا فقه هذا قارها يمن يحضر موت كتاب كان مقدمة الحضرمية لهذا وكتاب آد مهم هو طالب العلم وشيخ انت وقري فقيقة سفي عن أوسو أبوريي عبارة ولي سهل أوصالس أي خسمي أو كألفي ما أنا كتجين وحي الله بهنا وأحكام تهانا ما أوش كتجين مهم ماذا يلي وهو القرآن ما عيا نور كتاب كل هاي المسائل التعليمية ولا إلى هذا مسائل التعليم وحكلنا إلى هذا المقدمة الحضرمية وحكلنا إلى هذا المختصر الكبير صدح المقعبة ولا هاي شروح دور أيولي هاي شروح ذا وحا أوفي عن شرح أوله ابن حجر الهيتمي ومنهاج القويم ليلة هذا هي شرح مصطفى ديب البقاء أوله هاي ويستغل الليلة هذا الهدية المرضية بشرح وأدلة المقدمة الحضرمية تعليقات كلنا وليه كتاب هذا مهم هو ويدنا حلاشة إيا حاران تا إيا أحكام تشرح إغاق وحب للشيخ رحمه الله الحمد مهد لله ألا أي إسكالي الذي أليه فرض علينا إن هو جبيا لي تعليم شرائع الإسلام شرائع الإسلام كإن لبرتو إله واجب كإن قد لغي الله أي مهد إسكالي ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها وحكروا إلهي واجبوا إن قد قد معرفة صحيح المعاملة معاملة من ذلك صحيحة إن أمبرنه إيه وفاسدها تيد فاسد كعبة معاملة هذا وحلو كذا بيعي إيه نكاحي إيه جناياتك هيا وحصولا ومعاملة ضدك أولا حاليا وحول مهد إلهي بأسكالي إلهي واجب إن قد قد إن شرائع الإسلام كبرنا شرع الإسلام كإن لبرته وواجب وي واجب كواني لي مرة وحنقنا يا عيني مرة وحنقنا يا كفاية وحيابها هذه واجبات والله قاعد أديتها صوم أديتها صلاة أديتها زكاة أديتها طهارة أديتها حج أديتها بيع أديتها نكاح الجنايات وحديها الله قاعد وواجب فرض عين وإن أدبرت لكن وحيابها لغارب أمدك لأن أدوشي قد بسيد
هذه عيد كلا أوجد بسلا هنا يو فرض كفاية نغنيسة هذه كريجة أتاهنا فرض عين بيكون نغنيسة وحبي المركز الشيخ إلهي واجب إن جعل جاي إن هاي نبرنا الشرائع للإسلام أما فرض عين بيكون نغن أما فرض كفاية وحكله واجب معرفة صحيح المعاملة معاملة صحيحة إن نبرنا بيع صحيحة نكاح صحيحة إنه نبرنه يدنه وواجب وفاسدها معاملة فاسد كان إنه نبرنه يدنه وواجب معاملة فاسد كان وبيع هذا الفاسد يبيع هذا الفاسد كان أنك حدا فاسد كان إن كل قد أنبرنه واجب إنه غطاي سياد سيقى إلى لسي شيء فاسد كان ميتك الصحيحة أنا أدوك هذا الصحيحة هو إنه يمن دون أن يوحى لي لهذا ترتب الآثار على الشيء شيء صحيح وشيء ممكن يصير أو يلين يصير أو يحيل ثيبه وكذا لا نين فاسد كنا وشيء ما حب كذا لا نين محل إنه هو واجب يلي إنه برنا شرائع ذا هي معاملة صحيحة يمد فاسد كه لتعريف الحلال والحرام لمعرفة الحلال والحرام ده أنت اللي قلناه وحال الرواين إنه كلا أقوم صنع حلال شيء حرام مرك إن الحرام تنبرتين حلاش تنبرتين أي الله خبا لتعريف الحلال سحلال شلوقه يو الحرام يحرام تلبا ضبا وحبي الواحد سد أوله وحن رباطك حلاش تنا إن لوقه لو عديو حرام تنا إن لوقه لو عديو ومعرفة الحلال والحرام لها وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار الإسلام الدين مرك قفتي واجبات في الشرائع لا أبرته معاملاتك الصحيحة يكون فاسد كان أو كلبرته حلاش أي حرام كان أو كلبرته محو قفك أسي أبا المرء له آخرية أدوب أدوب كوب له إنه نبت قلو أو كم من قال حرام كان نبت قلو آخرا نبت له كان له دار السلام وجعل ألا وحكيالي مآل من قف ماشى وقضا بين أيوه علم ذلك أرنت أبرتي أو عمل به كعمل فلي الخلود وارد بكرة هو يجيس يدعان كيس قفك وحلقة لقي يماشى وقضا بين أيوه إنه هو وارى في دار السلام قرق النبات قليلا كان نظي ويه إنه قرق النبات قليلا هو وارى أي الله رضا الله سبحانه وتعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون عمل في وناكسنا ويدوك كل مادين كأي أن سبحانه وتعالى وحكوك لي دار السلام يا دار السعادة إلهي ما نولي وهو إلهي ما هو قامل يددك عنه وجعل وحؤال كيالي مصير من غف ماشى وقضا بيننا كاسو خالفه أرنت عن هذا الشيخ خلافي وشرائع الإسلام كمبرا حلاشي حرامتين مكلا بران صحيحي فاسدتين مكلا بران صدرت الوحو سميين حرام حلال بوحونيا صحيحي فاسد بوحدة بالانيا جاهد ويوحبا أنك لأغين كام حامر مصير وجعل مصير من قف ماشا أكوه يني وحكدقي خالفه ديدي أرنتا خلافه وقرم مري وعصاه ديدين وعسيان ليمين دار الانتقام قرقي على قوسك أيا لقلين يا وانار قفك مرك حلاشي حرام تأنك لسوعين حلال يا حرام بحنا صحيح يا فاسد كان مكلا يقعنا وحوال بلطو لقي لي شرعي الإسلام كان مبرنين وجاهل قبيئة كآخرك وحاوضا بيني إنه هو قان كسيفي عن شيطانك وقل الصدق كذبنا الشيطان كسوء سي وضع ونارت قليو نارت مركو قلينا وكويل هذا ما أنا بمصريخكم وما أنتم بمصريخي أنونا حوالي إذن ما قوانفر وإذن ما قد قاري فر إذن كنا إيما قد قاري فرطا ما أنت نارتا إنا وضعه الرن حتى عبادين وقليانا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نفتينا وكلها إلا دقالما إذن كأس صوت ضيعي أدونك حل قيلة شوقي ورق غير كنا فإذا سنيين إذن كأيات ضيع سيالي
ضيعي بانا إذن كان النار تان واقوى مركا وجعل الله حقيا لي مصير من قف ماشو قدام بين يخالفه خلافي برشد الشرائع له إيا حلاش يحارانت إن لك لبرت قفك خلافه ووعصاه ديدا أمركاس دار الانتقام قرقي آرقوسي ونار تاها أي هوي اللغة لقيا وأشهد وحنقري أبو الشيخ أن لا إله أي لا معبود بحق ألا حق لقعابد إن سنجير إلا الله إله موين وحنقري قريا إن سنجير إلا حق لقعابد وأن الله أهين وحده وحاله ينكلي لا شريك له عد ملك جيسا لو ذاكتنا مجراني إله نمديسا المنان اللي من نشيغ شد بضنا انت سو نعمة يا انت سو بواقع أي إله إنسي حق أوليه إنه إنوما نشيغت المنان بالنعم اللي نعموين كما نشيغ شد بضنا نعمك الجسام نعموين كووينها إلهي ووحو إنسي نعموين كان بضنا وسكوين هذي هذه النفط هذا كلية الفيرسي أيضا أيضا كوبي كريم عندها إلهي كشي لقاها إلهي كشي عقل إلهي كشيء فكر في أخلاق إلهي كشيء ميت كم إذا هدي لقى قاضو أدون كدنبا وهو يراني نعموك الله إنسيي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأشهد وحنقل يا أبو أن محمدا نبي الله محمد عليه السلام عبده رسول كيسي إنو يهي ورسوله عبده أدون كيسي إنو يهي ورسوله رسول كي يصادرين إنو يهي المبعوث إلوص وصاري رحمة للأنام سوى رحمة الله أدونك كون كان واحد كنا لنا كان أدونك كنا المخلوقة بلوش إذا إلهي بأنه رحمة للعالمين رحمة الله وصو صاري عالم كان ذات كان كنا لنا مركب وحد واشد وحنقر إياه أن محمدا نبي الله محمد عبده أدونك على إنو يهي ورسوله كي الله صادر إنو يهي المبعوث إلا صو صاري رحمة حال يهي للأنام سواء عالمك إيا خلقك رحمة الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلى الله على الله الحديث وسلم عليه النبات جلي وعلى آله آل في سينة الله الحديث النبات جلي وصحبه السحابة دي سينة الله الحديث النبات جلي البررة إبارياشاها الكرام أهل كرمكها وكرام إسناء وبعد فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله فيتعين الاهتمام به وإشاعته مرفو خطبني حاجة صورة ما يستي الحمد لله ومضناء أي وفر تعريف رقوبا إنه إنه قسي كتابك نحمي هذا إرقى وبعد وحال الله استعمال هذا الكهورة كتب تي مركز كب حيسي وهذا الكهورة هو ريبيس أسلوبك هذا ودي أسلوبك هذا هو ريبيس الحمد لله إيه أسلوبك مكسوا بحي أسلوبك هو ريبيا حق إنه ينقسي كتاب كان أما بعد بلدي وبعد نأيدي والسوق أبيوي وبعد أنت كده فهذا ميت كان إشارة حيكون عيسى كتاب كان كتابك إنه مركز قرنان ومعقول إنه سن قرنينه مسكح لي سويه كتشري وإشارة إنه ومعقول فهذا ميت كان مختصر ومد سوق أبيه مختصر كوحل إلى هذا ما قل اللفظ وكثر معناه يعني أريك وقوان أو يربى الوصينية لكن معاني ذا أريضا يكفر ريان معاني آب أبا الله عنه آذب فرب ضمون فهذا كلم مختصر ومد كوان لابد وأن الله مهران لكل مسلم قفك سوء مسلم من معرفته إنو برتو كتاب كم هو كتاب يرى قوابن أدب مسؤولية أسوأ قوابي قف كستاء مسلمنا وحالك من مرمان الله مهران إنه كتاب كم برتق أو معرفة مثله أما أستجع دوسا برانين مثل أستجع أقول ما أو واحد يسير هو يالله كلا وينه برتا محي لواجباتك الله صاري أيام ماشى في قرن صلاة هذه تاي هذه صوم تاي هذه حج تاي هذه زكاة هذه معاملة تاي وحيد ضروريات كأجل هذا فقر فيتعين مركا وحا قف والباء لف أهانتي سلوغة بهاي هاي الاهتمام به كتاب كان إنو الحوق صار
وإشاعته هي إنه فافيو ما دام أن الكتاب كان ولما هران قف والبين وبرت أما إسقى أما ميدا ميدا قف والبؤ شخصيا وحجار أهان لوجه ربع مركا كتاب كان إنه سجارة تحجيل المسيو إسلام مركا أنا إنه كتاب كان فافيو طرق الله وحلو فافيو إنه كفافيو فيتعين وحاول يلي قف والباء سجارة لوجه ربع وعينه كن غني عينه حلو كذا شخصية هذه كلجا الاهتمام به كتاب كان إنه سجارة تحجل الأسيو وإشاعتي إنه فافيو ملك استوى لوجه بهني يا أوجيو عيل هذا سات لهين وحن غنيسا الدال على الخير كفاعله قفكي وناك سمية قفكي وحلمذي هاي وناك سمية أو كلا قفكي تسيان كذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسن فله أجرها وأجر من عمل بها مرك هذا كتابك وزعلي ودتك جاسيسي وكلها أذقنا أجر كيسة ليسا عدك الصواف خسرتا أما عدك الصواف ليسا أذقنا أجر كاسة المغشينية فأسأل الله الكريم الله كريم كوحن وجسنية أن ينفع به الناس ضدك إنه إله كوان فرع وأن يجعل إنه كيلو جمعي له كل من تنا كتاب شوك المي أو ما رب ضم بسياك يعني كتاب كان خالصا من قاروة لوجه الكريم ألا وجه يسا من خالص وإنه يقدقه وحان إلهي ويديسنا يومي إنه مركور كتاب كان ضدك كوان فرع عدك الصوفي رسا أما خصتا إن إلهي كوان فرع وحان كله إلهي ويديسنا يا كتاب كان عن سوء اليوم ما رب ضم بسياك يعني جهد جاء بحيي إن إلهي درتي وإن الله أجر لي قسيه كتاب الطهارة هذا محله قدمت لي بانك شعب حني وحن قال لي مباحثتي كتابك يا أحكامتي طهارة يا علم المر والبهر مريان محايا لي محايا وهر مريان فقه وحكك ومن يهي عبادات هي معاملات لبضاء يا أصلا عبادات هو وحي إلهي يا أدونك اسكحل لها أو نحيي معاملاتنا وحي الضمضه دخلوده كدخيي اديت اي بيع اديت اي غور اديت اي دخل اديت اي ماركتي ان جنايات اي ماركتي ان دباته دحمرتي ولا ادون بي دحمريسا عبادتنا ادي الهي بي دين دحيسا عبادات كامر ولا سو هر مريا مر عبادات كنا وحا كو اه صلاه دا كو اه مرادي اسلام كي لا سو غلي واتير كي لواد او اسلامنمدا كتبت قارقد وحي سميان حوغا توحيد اي كهر مريان سي شهادتين كتير كي كوباد لو بلاو كو ان توحيد كي قدرنا وحي اوغو هريسيان صلاه صلاه مركا وحا لا بدا شروط دي اي كون ريش شروط درا وحا كوكا طهارا كوكا شروط الصلاه شروط دي ما لو باهيا حي الرسول صلى الله عليه وسلم قف عن طهارا قبل صلاه ما ادي كرو مر هدا لا ادي كرين وانا مركا طهارا دي لغا هدا ساس طهارا علم دو هر مريان كتاب الطهارة كتاب من الكتب وكيمد والكتيبة من الكتيبة وحالها مجموعة من الأبواب واللي سجية أما مجموعة أو من الجيوش أي كتيبة لها وحال سجية الجمع والضم بعضها ظهرنا اللقطة وحلو إلى هذا النظافة والتخلص من الأدناس إن قفوا إسنديفيو وحي وسخنا وسكميرو تأيا ظهر لي هذا ظهر ذمك الله النوع بأوقات سنتا طهارة حسية هي طهارة معنوية. طهارة حسية معناها المحويان وأن الجاسة إن اسكمل ومد هذا الشيخ وينوش يا جاية التخلص من الأدناس الحسية طهارة حسية الله أن الجاسة شكاعة إلى الميد. طهارة معنوية أنا ووحيابها عيبها أو كراء إن اسكمل حقد جاية حسد جاية كفر جاية نفاق جاية. وحصل وظهر وحال معنوية لبضوا مركا إن أسكده يرتد بالغا ربا شرع وظهر ذو حقوية قانا فعل ما تستباح به الصلاة وحصلاة ذا لغبا نيسانا يوم إن السميسي صلاة دي أول حرام بكاه وقفك وحال أمري قف أن ويسق بينه وظهر قبينه وشان صلاة قلن بالين أمري صادت الفعل كي أتقبا نيسانا يسي صلاة دي كأي طهارة لهذا أو أما سما في حكمها وحي تعلم مذا هو فعل كعلم مذا مروحة جدا
استباحة الله إيمانيس لكن أفعاله وحي لقاها بحر هذا ويسي يحمل إيمانين لحكم بين الطعاي سأكون مثال ليا كالوضوء لمن كان غير متوضئ إن ويسي ستيت أدنى ويسق من وفعل ما تستباح به الوضوء الصلاة ما نجده صلاة حكوب النساء نساء ويسات كوب النساء نساء قف في جناب وقبا صلاة ما تكن كر إلا وقبيشته نجاسة شركة وقطع الله نجاسة السنة كم بيد المرض هذا هي شركة هي ماشة تاجنتها أنت بوا ضروري وعي هذه أنت لو أي وحل حكمنا برئيسي أي الحكم وحي لم يده وحيابها الوضع هذا قاضنا ينا لب النعوي مدي وبيو أي قاية أنا أصلوا نظافة أو شركة يلولك يدرك أنت ولا نظيفين أيه وحكروا إيجا صور راعة وحيابها جمادات كوكال سيد عيدة قوريك لقاحة وحي لامتك وينه إنو إيمان دونا وحيو الشيخ رحمه الله ولا يصح ما أنصحيه رفع الحدث حدث إلا إسكو كوريالو ولا إزالة النجس نجاسة إلا إسكو زوليانا ما أنصحيش وما بنانا إلا بما شيء إلا كوريالو لغو زوليان ماهانا شيء قصو يسمى لغو مقعابو ما أن بيلغو مقعابو وحيو الشيخ نجاسة آني لها لسك ميرو وهل لسك زوليو إيا حدث كي آني لها لسك قريرو وهل استهيرو لبضو ضبا وحان بيا أهين لغو مزولين كرو بيا أسلا لبضو هذا نجاسة اسك ميرو سن بيا أسلا حدث اسك قريرو سو جنابك قويسين سن بيا أسلا حدث مركم حالين هذا حدث وحلي لهذا ما يجب الوضوء أو الغسل حدث وحلي لهذا وحي واتبية ويسو أما قبيس حدث وحونا وغيب سمع الله ومن وحلي لهذا أصغر من أكبر متك ويسد كلية واجبية حدث أصغر بالله متك قبيس كواتبية حدث أكبر بالله لبضى النوع لبضى ومركب حبوبة هنتاي بي وحلي لهذا إنا دشت وعقل العلماء يقول حان حدثك أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وهو حديث أكش وقال سجدك غير كتير صلاة إن الجشين لكودي ذي مر هذا فقصا سنين لما رب ضر واحد جثاده النجاسية واحد كيلين ويشدي وكاتشبتي وطاهر نواط هاي عندنا وحلا حدث بشري هلا سكما يرو بيمرك إني أصل يهين وماء المطلق شيء والبلغو طهير يوم نجاسة اللغو مير يوم ويسادة يقبيس كوحو البلغو أذيك سنة يوم محاد دليلها وحاد دليلها قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ألا وحو الهداد بيويدان مركز وحاد استعمال كرتان عيد لكن هذه بي الهيلة يوم بيها اللغو طهار قاضنية وحكر الليل وأنزلنا من السماء ماء طهورا صمد إلهي الوحيد كسود الجني بيو بيها سنة مواصفات كإليهين وبيو وح نظيفيون إلهي بابو شاقي وح كستو ضبا هنتهي إيقا نظيفيني ونعم إلهي إليسي هدي هذا عانئي شرابي وحيا باكل وقيون ولن هدي الله إليك سيدو وحما نظيفيني بيسو ما وحولبوا نظيفيني وأمرك نعمة إلهي نسيي صفات نواصف إلهي بيها سيي ما أن طهورا بألي بيها وح طهيريا طهورك وحلي هذا الطاهر في نفسه المطهر لغيره نفتي سنة طاهر بويها شيء كرنا واصي طهيريا وحكرا ألي وينزل عليكم من السماء ماء سمد وحلي لكسود جيبيو لماذا ليطهركم به إلا إذا كنا ذي فيها بيها إلا إذا كنا طهيره رسولكنا صلى الله عليه وسلم نكي ربابيها ومساجد كصوغ علي ومساجد قداش سكوكا شيء وحوي لدعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء ربابيها بمساجد كصوغ علي مساجد كل عيد بوها مونا هاي مساجد سوري وحان كسميسا وحوي يقان ربابيها يسوى أشعر أنت بلوك صلى الله عليه وسلم ماشا لغوكا شو مساعد كميشي قلاشة إذا عيدة هي وانتو ساقع عن تكوينه هرئوغا كاتش صحابة دي
مسايدك لو كاتشي مركي أركان واحد قبتان لواي حاو مالي سادة منين مسايدك لو كاتشي هذا عربي قوار اي مسئلونه ونكي فوق ايلين مقرنين حي الي شعور كاكاتن بضان نكي او رسول بوحا أركان من عيادة لغا صوير نكاشي وروكادية وروكادية لهدان لغيه وكادية فساد كسي وين باخن عيادة حي الي سوى كادية كدا ايشو ومسايد كده اندح ارضية مسايد كده بفسادينية ميشي سال الربائن لغو قبطه ولذلك يا شرع الاسلام كوحو قبا هذه شيء مصيبة اما منكرة اما دباتة اي تلتو دباتة لما باهيو ميشي هذا لغو اكيا انتا سال لغو قبطه حدا باب بيئم ويد حتى انت اذا قد ميشي هذا هايسته فصولك مركا وحولي دعوه فراحك قادة ميشي ساكو كاتشي سكده وهريق على بوله سجلا من ماء كايدانا وذان بيه أكو شباء وذان تبيها إيضا ظهير يسرعو كاللقية نظيف بين النقون يسر حديثك هو حلقة قاتل بيه إنه واحد ظهيران حتى أقولك يعيد إنه ظهير إياه وحكرا حديثك لقى قاتل بيها قسالة اللي هذا أو حلقو سير نقو إنه ظاهر يهين حيا نبيه كايدا لقو شباء مركي ميشي قد علم سيتي بسي آذين هذه اللي هذا ونجاسه ده ملك شتى جارا بنجاس بيسين نقول الله مرك معها مرة ده بيو كبتان نجاسة ده بيها غسالة ده والنظيف ويبي طاهر واي وحكى الحديث كلام قاعد عنف إيه مش شرع ومرنا أقولين اللي بها هي إيه وحلا دمثيو حديث وحكى له قاضنا إنا ضد كمسلمين تاع إني واجب تاعي وحي دبقة إني ماشي سكو حكمية قاعدة للمركة المصالح للوكل الرجحو حديث كلاقا قاطن ويا يرتكب أخف الضررين لبضع لبك سهلا بالقاطا فإن وحي للتغير حديقه الضوء الصوم ضعمه بيها لدنكيش بيه لدنكوذي أي الضوء الصومي أو أما سيلونه أما مدث بي سيبا الضوء الصومي أو ريحه أما أرتي سيبا الضوء الصومتي تغيرا دورسون فاحشا اوحن بحيث ملؤ لا يسمى ماء مطلقا بي مطلقا ان ليكل لوما مغعابي كر بيو بمخالد شيء قدر سمي ايونا قدر سمي شيء غاسو طاهر طاهر كاسو يستغني الماء وصفه وحدن بيها اي كدقتون يونس وبهنين يستغني الماء عنه بيه كدقتون يونس وبهنين لم تصح ما انصحيسو الطهارة به بيها إن لغو طهارة قاتو مركو إنو شاقي بيها أن طاهرة هين إني جاسدة يحدث كاللوضة بيها لغو طهيرين أيو بيها أن الرحوين يهين ماء مطلق مقعاسته ومقعاسة مهمة وروح ميشا يا لبحوية وابيو مرها دي لغو وابيو وطاهر وابياس بيها بضن أيهين لكن دي لغو روح ميشا يا لوامحي واقوش وروح ميشا يا لوامح وبرح وروح ميشا يا لوامح وبيه وسخه ثم جد بيه كلي لوما وقلا ما اقواس بيه لو ظهر قادني حدي مرك اسبدل دعوا قوش بارو بخيناي برح باو بخيناي وبيه وحان وبخيناي لو وين مارتي ان وسخه حكم كي واس بدلي حكم كي واس بدلي ما بيها لو سمينيا وحول بيها هذي نوع عن نقلان سبدلكو هذي أو أرتك كلية يعني أما واحد ويان ردن كلية أما مذبك كلية سبدلي وحي إسكو بدلين بيها لبارك على قاضين صدح وأوك على قاضينا إما إنه يها شيء طاهرة بيها نائسن أبهرين إيا إنه يها شيء طاهرة بيها نائسن كم يرمي كرين إنه يهي شيء نجاسة صدح نعمد بنقونية كي كوبادة وحينوب بلاوي شيء طاهرة وبيه يسعوا بحنين بيه بر ما يبهنيه ما يقوم بحنا بيه بر وما بحنا وحا طاهر كاوسر بيه بحنين بيه عانم وبهنيه ما بيه عانم وما بحنا حيال بيه النفقه يوح انتان وما بحنا مانا ربان قشن كوضا كالي بيه مركا هذه شيء كم أرمان حكم كيش محن غنيا نشوف هذه وعي الشيء قاسي ويش بدله أما مذبكا
ama dhadhanka ama urta mid walba isbedelo oo shaygi kale lagu daro daahirka uu bedelo biyahaas xadathna laguma kor yeeli karo nijaasana laguma daahiri karo haddaan nidhi marka xadathna laguma kor yeeli karo nijaasana laguma daahiri karo biyahan wax kale ma ku qabsan karnaa oo raashin ma ku karsan karnaa oo shaah ma ku samaysan karnaa oo xoolaha ma u siisan karnaa cabaan oo inagu ma cabbi karnaa haddaan ooman nahay aynan dhib kale ka baqayn haa biyahan waa daahir waay sidooda waa daahir maxaa yeelay laba shay oo daahir ay isu yimid biyuhu markoodeer maxay ahaayeen daahir burkuna muxuu ahaa daahir caanuhu maxay ahaayeen daahir biyuhuna maxay ahaayeen daahir laba daahir haddaa isku dartid wax nijaasaha ka soo bixi karta waa maya idan biyaha meesha yaalla waa daahir laakiin waxaa baxay sifadii ahayd inay wax kale sii dahiri karaan tii ayaa meesha ka baxday maxaa yeelay sifadaa markii horea waxaa laynagu xidhay shaygu biyo khaalisa inay yihiin waanzalnaa min asamaa'i maa'a baa la yihi biyo keliya magacaasaa la siiyey kuwaan laakiin hadda haddii layna weydiiyo waxaan dhahaynaa biyo ma ahee waa barax biyo ma ahee waa goosh ma aha marka biyo waxba laguma dahiri karo arrintaana waxaa loo deliishanayaa oo a'imadu u deliishadeen aathaar iyo axaadiis rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee laga wariyey oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu biyaha ay isticmaalaan oo ay ku weysaystaan ma aysan mar labaad dib u isticmaali jirin jaabir ibnu cabdillaahi wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam yaa ii yimid anoo qandhaysan qandho aada xun ahayso kadibna wuxuu rasuulku markuu ii yimid biyihii uu ku weysaystay oo ka daatay oo weysadiisa ahaa biyihii uu intu soo qaaday igu shubay uu yidhi aniga si aan u barakaysto ilaahay igu caafiyo ilaahayna waa ku caafiyay biyahan marka lagu weysaystay hadday nijaasan yihiin dee jaabir laguma shubeen miyaa lagu shubi lahaa haddii biyahani ay yihiin biyo mar labaad lagu weysaysan karana rasuulka iyo saxaabadu iyagu waxaa la arki lahaa qolo kale intay ka sii qaadato ay mar labaad ku sii weysaystaan maysan ku weysaysan jirin marka xagga nas ahaanna axaadiistii rasuulku waxay caddaynaysaa biyahan inay daahir yihiin laakiin aan waxba lagu daahiri karin xaggii caqligana dee laba daahir baa isu yimido wax nijaaseeya ma hayno waxaa kaloo iyagana biyahan caadiga oo naqaana lamida biyaha badda biyaha baddu maa mudlaq ma aha waa maa mudaaf markii hadda biyo lagu sheegayo biyo la dhihi maayo badda waxaa la leeyay waa biyihii badda sida qaalibka iyaga saasaa loo idaafeeyaa iyaga marka biyaha mudaafka oo kale waxaa looga soo reebay nas gaara ku soo arooray oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam aba hureyre wuxuu ka wariyey wuxuu rasuulka nin baa u yimid wuxuu weydiiyey rasuul allow badda ayaan aadnaa biyo yarna waan qaadanaa oo aan oon iyo uga baqaynaa haddaanu u isticmaalo oo aanu nafahayaga ku ilaalino biyaha badda ma ku weysaysan karnaa wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu biyaha baddu waa daahir maytaduna wuxuu yidhi xalaal waaye marka ninkan su-aashiisi waa uga jawaabay biyuhu inay daahir yihiin lagu weysaysan karo biyuhu baddu marka waa daahir mudaahir naftoodana waa daahir sida biyaha kalena wax loogu daahirayaa iyaga wuxuu ku daray xayawaanaadka badda ku nool kulligood hadday bakhtiyaan waa wada xalaal waaye maxaa yeelay rasuulku wuxuu u idaafeeyey badda ayuu u idaafeeyey alxillu maytatuhu mufradka mudaafkaana wuxuu ka mid yahay cumuumka alfaadul cumuum buu ka mid yahay xayawaan kastoo marka badda ku nool kulligii hadduu dhinto wixii kastoo ka dhindhinta xalaal waaye xayawaanaadka laakiin barmaa'iga ah baddana waa ku nool yahay berrigana waa ku nool yahay haddii ay bakhtiyaan ma xalaal baa mise waa xaaraan maya kuwaasi xaaraan weeye maxaa yeelay waa inagii hore usoo iqraarinay qawaacidka ida ijtamaca alxalaalu waalxaaraam uguliba alxaaraam shay xalaala iyo shay xaaraana isugu yimid ka xaaraanta ayaa la rajaxayaa baxaytu wuxuu laa yusamaa maa'an mudlaqa hadduu midabkii iyo wuxuun doorsoomo oo biyihii ay ka baxaan wuxuu yihi daahir ma noqonayo bimukhaaladati daahirin buuna ku doorsoomay yastaqnii almaa'u biyuhu uu ka deeqtoon yahay canhu xaggiisa waa sida caanihii iyo burkiye lam tasix ataharatu bihi biyaha in lagu dahaara qaato ma ay ansaxayso
والتغير وحو إلى التقدير كالتغير الحسي، فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة فيه قدر وحو مخالدا له بأوسط الصفات، ما دام إن يربيه هذا الدور صومان بيها الدور صومي لقمة ويسيسن كرو قبيس كي جنابة لقمة قبيسن كرو دور صوم كوا نوعي وي هذا بيه أين وحو إنو موقن إنك حقا ردنك وحو ما دور صومي حقا مذب كان ما دور صومي حقا أرتنا ما دور صومي لكن وان هبنا إني بيها دور صوميهين تقدير بالله إنك أقدر إنا كي حقيقة لها يميت كان مشكو مدبا وحيابها محاكمة سايلين وحاكمة ما أوردي بيها درت لغاز كينو درت جيد كادي لميرو بيا لغا ميرا جيد هودان جيد كستبيو ليه دعام ليه بيها درت لغا ميرو بيا عادية حدي بيه كالاللغو نحضارو أركتدان واشكو مد لوضو هو بيا عضو قواسو قلاة حقا دردن كانوا أحبال لغا دريب نهايو مذب كينو أحبال لغا دريب نهايو مغال قواد واسدا أرنا ملي لكن وانوغنا هي بالدي كانوا بيا هي بالدي كلاو حانسكو درني ما أوردي بيها ملغو يسيسن كرام لغو طهارا قادن كرام ميا تغير وحاكو جرا قدران باكو جرا دورسون قدران دورسون كان قدران وكو دح جرا يميتك حقيقة دو عندها انكو أركان حواستا واشكو مدوي سادرت لغو طهارا قادن ماي والتقدير وحل والتغير التقديري دورسون كان قدرينو كالتغير الحسي مثل حواست الغوغاريو ونردنك إيا أرنك إيا أرت الغوغاريو أيو اللمدي هاي فانظر مركب فيري فلو وقع عليه فلو وقع فيه حديق وقل عطيه وكو مثال مثال كهذا قوش يغي فلو وقع فيه أي في الماء بيه هذا قد عن ماء ورد ماء ورد باقل عين لا رائحة له وحورا عن اللهين قدر وحال قدريا مخالطا مدكو درسمين ويهي له أين الماء بيها لنا إسكو درسمين والله ودي إشي إسلاف القلين سأين قدرين بأوسط الصفات صفات كتحنحات كأين لكو قدرين يعني أوسط الصفات وحلو لك هذا الشيء يعني محاء وتقدير نغنكرا صفات كمواصفات كتحنحات كسيدة ما أعرفتي بالك اللي نجيت كان إنه نقال إنه تفاحة عنب كي جلها هدي لو نحضر لها متوسط كا وحنا حوي مذا بقاضي أرتض وآد وآدق ومركز وحنا وخفيف وحنا ومتوسط وحياها متوسط كهدي لو قدر لها متدور شو ملاين ها ودور شو ملاين خلاص ودور شو مين تقدير كسوق كذا بأوسط الأوصاف صفات كده ح أيام يركو قدرينا ولا يضر مد بيو تغير دورسون يسير أوير لا يمنع أن ديدين اسم الماء بيها مقعوضة ولا يضر مد بيو شدوك له تغير مكث وتراب يعيد وطحلب وحي لمذا وحن رؤوس الشيقني دورسون كصدح شيء مدن النغني شيء بيوه أكاك مارمان أو ظاهرة هي شيء ظاهرة وبيوه إذن كمارمي أما هو شيء يرو النجاسه بيه لغما إلى أن كرو علاس بدلنا ماله هي النجاسة عادية وحب الله وي شيء ظاهر كها وبيها أن لغا إلى أن كرم ومحوية وحا لغا إلى أن كرم بيها عيد ما إلى أن كرم كل بي سومر يعني عيد ما لغا إلى أن كرم مايا روبا ما لغا إلى أن كرم مايا بورت إيا ما لغا إلى أن كرم مدى بكيدة يجيدة همدى بكوضة ومايا وحا صورنا لغما إلى أن كرم ولا يضر لي ما هيو تغير دورسون يسير او ير ولا يمنع ان دينين اسم الماء بيها حوغا يرو عانا بابيه قدرت حوغا كان عانا وحا بيها لوو دراي بيه هو بيو دوبا وحا ربا اني كلا غوانو حريض اي نوقدا عاني يرا ان قدرنينا بيه ددنكودي ايو وحبا كما قوانين ميسي كبدلين مغعي بينا ما يسمى بدلنا قفكي ما تبادل بيا كتير ولا يغفل با تبادل برح با كتير ما نهاية تغير كنوع عصا كلا دب ماله ما في وي ولا يضر لي ما هي تغير يسير لا يمنع أن ديدين اسم الماء أرجع مانتا إن لحفظي على ربا اسم الماء شيء جا مركز أنت ما تدري وين عليه كتوحة وبيو
iyo ma'ahe waa barax markastoo aad tidhaahdo waxaan waa biyo oo magaca ay sitaan waxba yeeli maayo tagay waxa ku dhaca ama saabuun haada ama nooc ruma haada haddaad tidhahdo laakiin biyo saabuun la weeye khalaas weeye walaa yaduru sidoo kale ma dhibayo tagayuru mukfin biyihii meel ay ku nagaadeen hadday ku doorsoomaan wa turaabin ciid hadday ku doorsoomaan wa duxlabin xayayaaba hadday ku doorsoomaan iyo wamaa shay hadday ku doorsoomaan fii maqarrihi biyuhu meeshay ku sugnaayeena iyo wamamarrihi meeshay soo marayeen biyihii dhul bay marayaan hadday dhulkii ay mareen iyo balligii ay deganaayeen biyuhu ay ku nagaadaan midabkoodu waa isbedelayaan isbedelkaa dhib ma leh meel moqoray biyihii ku dhaceen oo geed ah moqorkii ay ku jireen madow bay noqdeen biyihii dhib ma leh biyahaaga iska cab sidoo kale biyihii ciid bay soo mareen dhoobay noqdeen dhib ma leh iska cab biyahaaga dhoobada oo iska kala yareen duxlabka waxaa la yidhaahdaa biyuhu markii ay meel gaar ahaan geedale iyo dhulka markay joogaan waxaa korka ka fuula qolof cagaaran qoloftaa cagaaran xayayaabaa anigu aqaana qof dadku qof wax buu yaqaanaa duxla baa carabiga lagu yidhaahdaa qoloftaa marka cagaaran oo biyaha kor ka fuulaysa ayadana biyaha midabkooda haddii cagaar ka dhigto dhib ma leh macid baa ka ilaalin karta lagama ilaalin karo wamaa fii maqarrihi wamamarrihi biyihii meeshay soo marayeen nuurad baa lagu gubayo meeshay soo mareen nuuraddii caddaanteedii baa la socota biyaha dhib ma leh haan asalan baa biyihii lagu shubayo asalkiiba biyihii soo raacayo biyuhu asal waayo waxba shida'a ma leh foostada xoogaa waxay lahayd shidaal baa laga shubo waa la mayday shidaalkii laakiin xoogaa baa kaga hadha weli mar walba waxbaad arkaysaa dhib ma leh waxyaabahaasoo dhan maxaa yeele biyihii meeshii ay fadhiyeen ama ay marayeen meeshii bay ku jiraan waxaan walaa bimujaawirin kacuudin waduhnin waxaan sidoo kale isaguna dhib lahayn bimujaawir biyaha wax daris la ah kacuudin waaba cuud iyo waduhnin suwad dufan waxyaaba waxaa jira biyaha aan dhex gelaynin laakiin biyaha markii lagu shubo way garab istaagayaan ama way kor soconayaan ama dhinac bay u badanayaan mujaawir baa la yidhaahdaa tusaale ahaan biyihii waxaa lagu shubay subag baa lagu shubay ama shidaalka hadda ka sheegayna baa lagu shubay shidaalku dufan dufan weeye waa fudud yahay kor buu soo aadayaa dufan haddii lagu shubo dufanku kor buu soo aadayaa kaasoo kale carabiga lama yidhaahdo shaygan waa mukhtalid oo isma dhexgeline deris weeye waa labadood deris bay noqdeen waxyaabaha noocaasoo kale oo deriska iyaguna waxba yeeli maayaan tartiib baa looga nadiifinaya laysaga miiraya waxaa la mid a biyaha agtooda waxaa soo dhigtay cadar baa soo dhigtay biyihii cadar socday baa noqdeenba war biyaha cadar kuma jiraane cadarku waa ku soo riixay kanka kankiisii baa maraya iyo wixii ka soo baxay maya biyaha qarkoodaa neef ku baktiyay oo ku dhintay biyihii dhanba waaba urayaanba baktigii neefka ayaa ku soo neefsaday waxaasoo dhan waxba yeeli maayeen maxaa yeele waa wax daris la'a biyaha ee biyaha wax dhex galay ma aha kuwaasu uga jeedaan walaa maana shay ma dhibayo walaa mujaa bimujaawirin ay laa yaduru biyuhu ma uu dhibayo taqayurun doorsoon oo bimujaawirin darisnimo ay ku doorsoomeen kacuudin waaba waxyaabihii udubga ahaa iyo waduhnin iyo waxyaabihii maaragtay dufanka ahaa nooc roobaha ahaadee walaa bimilxin maa'iyin biyo milix oo haddii lagu daro biyo ana iyaduna waxba yeeli mayso milixda labay u qaybsantaa mid baddaa laga sameeyaa iyo biyaha midna buuraha laga sameeyaa milixda badda laga sameeyo dee biyaha baddu awalba waxay ahayn biyo daahira laguna dahaaro qaadan karo haddii iyagii biyo kale lagu daro waxba ma aysan soo kordhinin labaduba daahir bay ahaayeen labaduba mudahir bay ahaayeen saas darteed wax dhiba male laakiin milixda buuraha laga jabiyey haddii biyihii lagu daro oo biyihii doorsoomaan oo milix noqdaan biyaha laguma weysaysan karo waxay la mid yihiin qooshkii iyo caanihii maaragtay barxa ahaa bay la mid yihiin walaa yaduru taqayurun bimilxin milix ku doorsoomay maa'iyin oo biyo loo nisbeeyey milix oo biyo laga keenay oo milixa badda weeye walaa biwaraqin taqayurun baa isaguna aan dhibaynin doorsoon biwaraqin caleen lagu doorsoomay caleentaasoo tanaathara ku soo daatay min ashajari geedkana ka soo daatay haddii geedkii caleen ka soo daadato oo caleentaasi biyihii ay beddesho iyadana doorsoonkaasi waxba biyaha ma yeelay faslun fi lmaai lmakruuh hada maxalluhu biyihii qeyb waxaa jira daahir ah haddana wax dahiraysa
لكن لقى في عيه وكرهها عند الشافعية. بيها محل إلى هذا، بيها وحل إلى هذا ماء المشمس، وبيها قرحة الله دقي، أما بيها آد أكلل ومحاكرها كدقي، وما بقت كيس كتيبة، أما ما هي برص يوحيابها ساتيرة. يكره وحير وحاكرها شديد السخونة، بيها آد أكللي كرهوي حي النفط هذا اللي بيان، وشديد البرودة بيها آد أقبونة أيقون شذوك لكرهوي لابد والنفط هذا اللي بيان. والمشمس بيها قرحة الله دقي في جهة المال حارة أو كلنا أيضاً وكراه في إناء ويل هذه الوشوة منطبع للتمي أو إلى شمارة برتاء أما معدن كولا تماء في بدن بي حاران ويهن أي كراه ويهن في بدن بدن أي كراه ويهن قفك تركيسة هذه الله استعماله بدن ثوب ما إذن قرن مسووه وإذن قرن دون الثوب صح 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 دون ثوب مرميا شركة أي كراهيهين لكن مرضى أي ذوح كراها أماها ولا تزول الكراها كراها سينما وتزول الكراها كراها ذو نوح يكزو ليس بالتبريد إن لقبوتيو مسألة الآن ماذا في الشافعية ذا لا قول باقو صور قول وحوله بيه هذه قرح ذا يكوكل الله meesha ay ku kululaadeen wadan kulul ay tahay sida meelaha boosaaso oo kaliya kulayle la joogo weelka biyuhu ku jiraana uu yahay weel macdan ama bir ah biyaha in lagu weysisto ama lagu qabaysto waa karaha weyn oo maxaa dhacay biyahaas waxa weeye weelkaas ay ku soo dhacaya ee saadarteed baras baa laga qaadaa baqdin beeniyi waxaan qolku dhinishanaya aathar Aisha laga warinayo Umar ibn Khattab radiyallahu عنهما لبضض الله كرالة هذا قول فكل وحوله ما بيه طاهر بيهاين إلهي بينو شغيني طاهريهين وحبيها النجاسية وبدلنا والينو شغي كوليل بيه أي كولادين درتين كراها الله من نغضان بحاية لكراها ذو حكم شرعي حكم شرعي وحبوبة هي دليل شرعي إن الوح تهاجو وح دليلنا الله ما هي كاسانا راجحة مثلا محايا لي حديثك اللي قولني أثرت عمر بن الخطاب حديثك اللي قولني عائشة لبضبا وضعيف وهي باتفاق الحفاظ حفاظ وردهم وحشوها فقصيهن إن ضعيفين لبضبا حدين لبضبا ضعيف نغضين وحالوا بها إن تقريريا أدي بضو أرنتها ما تقريريا إن برس لقاق هذا بيها كلهم وحيدنا ضبيب وأرنتها إقرارنا يلا ما هي حدين مركا لبضي حجب إبرا إن نغطي أصلكم حواها بيها الأصل في الماء الطهور بيوين الظاهرين ساسا أصل هاي سادرت قولك صحيحة بيها لكل كراها.